لقد اندفعنا للحال وبكل قوانا للعمل في الرسالة. عبر الأخ توما الكبوشي عن محبته للرب من خلال اندفاعه وغيرته الرسولية. كان منتظر اللحظة يلي فيها بيباشر بخدمته التبشيرية. عرف عنه إلمامه ومحبته لكلمة الله للكتاب المقدس. حماسه بالوعظ عرف عن شخصيته القوية وعن شغفه بالرب يسوع. أعطينا يا يسوع يكون عنا الاستعداد والجهوزية دايما حتى نلبي نداءتك ونكون جواب حب بشفاعة الشهيد الطباوي الأخ توما الكبوش. مثلك يا توما علمنا أسمى معاني المحبة، إنه باللحظات الصعبة عن القريب